دير مشاهدي شفتي فيها، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه سلطار البيضاء. في اللحظات اللي كتشبعوا معنا من وسط مقبره الغفران، وصول جثمان الشاب اللي كان كيشتغل قيد الحياه ديالو في الامن الخاص في احدى الشركات الخاصه بمنطقه مديونه، واللي اختفى في ظروف غامضه. من بعدها توصلوا العائله ديالو بخبر الوفاه ديالو، اللي كان صدمه بكل صراحه، كان صدمه ليهم كاملين. يعني خبر الوفاه لم يكن هين، يعني ما كانش سهل على العائله بصفه عامه، لان الوفاه بصفه عامه ماشي سهله. من العائله، الاصدقاء، كاع يعني الناس اللي قراب ليه، كلشي كلشي كاين. ايه وفاه هاد الشاب هذا بكل صراحه، لانه بقى فيهم الحال، فيهم الحال شباب هذو، يعني كلشي كيتكلم عليه، كلشي كيتكلم على طيب الاخلاق ديالو، التعامل ديالو، السلوك ديالو، الاخلاق ديالو، كلشي. ما كاينش يعني اللي قال فيه شي كلمه خايبه. فالله يرحمه فضل النهار هذا، الله يرحمه، انا لله وانا اليه راجعون. ماشي سهله، ماشي سهله، الم الفراق ماشي سهل. يعني بالخصوص اذا كان انسان طيب بزاف، يعني في التعامل ديالو، في الاخلاق ديالو. انا لله وانا اليه راجعون. جثمان ديالو في هاد اللحظات وصلات لمقبرة الغفران، و صدمة وذهول بكل صراحة، لا عند العائلة، لا عند الجيران، لا عند القريب والبعيد. فما كان سهل، كان سهل، لأن ألم فراق صعيب، ما غيحس بيه غير اللي مجربو، لا يفرق شي واحد على حبابو. ولو أن يعني الموت هي قضاء وقدر من عند الله عز وجل، ولكن كتكون دائما ألم الفراق هو اللي صعيب، الفراق الأبدي حتى يوم القيامة ويوم البعث والجنة إن شاء الله بإذن الله. الله يجمعنا فيها مع أحبابنا، ما في غادي نتلاقى مع الناس اللي فرقتهم في الدنيا. داك ألم الفراق هو اللي كيخلي الانسان ما يتقبلش الخبر. يعني كاين مثلا غير اللي ديك الصدمه ديال الوفاه والصدمه ديال الموت ما كيتقبلهاش، يعني ما تدخلش ليه العقل، كاين مثلا اللي باقي كيبقى سنوات عايش وكيقول لا راه واقيلا راه ما مات، راه باقي حي. صعيب، ماشي سهل بكل صراحه. كما قلت لكم الفراق ما سهلش على جميع الناس، صعيب. خلينا كان الانسان قريب ليك، وكان التعامل ديالو معاك مزيان، وكان الاخلاق ديالو معاك مزيانه، فراه ما سهلش بصراحه. في اللحظات ملي الشاب هذا وصل للجثمان ديالو من اجل الدفن ديالو هنا مقبرة الغفران، إن لله وإنا إليه راجعون. أنا دائما معكم مشاهدينا من مقبرة الغفران. الله يسهل عليك أخويا، وصول جثمان رجل الأمن الخاص اللي يشتغل في الشركات الخاصة، واللي تشوف يعني اختفى في الاول في طرف غامضه، من بعد كيتفاجئوا الان عائله خبر الوفاه ديالو اللي ما كانش سهل عليهم بالمره، يعني ما كانش سهل، كان صعيب، ولكن الله يرحمه. كنتمنى يكون تعميق البحث والتحقيق في ظروف وملابسات هذه الواقعه، في وفاه هذا الشاب هذا. نتمنى انه يكون من تعميق البحث والتحقيق، ويتقربوا ويعرفوا اكثر الحقيقه باش يوصلوا لسبب الوفاه ديالو، السبب الرئيسي للوفاه ديالو، باش العائله تاعهم يبردوا. حتى العائله مساكن كيبقى دائما عندهم داك الشك، وبقوا عايشين فيه وديك الحيره.
لله وإنا إليه راجعون. كنتمنى من جميع المغاربة أنهم يترحموا عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ربي فضل ضرره. ماشي سهل المفرق ماشي سهل. المفرق بصفة عامة ماشي سهل. فالله يرحمه والله يرزق عائلته الصبر والسلوان في الفقدان دياله.